بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ومعانا طول الشهر الكريم والاهلي في رمضان والنوايا والزير والتحكيم وابراهيم. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وهذه الامسيه الرمضانيه التي تاتي اليوم في يوم من اغلى الايام على الشعب المصري والعربي كله. النهارده العاشر من رمضان، ذكرى الانتصار العظيم، ذكرى الكرامه، ذكرى الاراده الوطنيه، ذكرى اليوم اللي اكدت فيه مصر قوتها وبسالتها وقدرتها على التحدي. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كل سنه ومصر بخير يا رب، وايامها كلها انتصارات وفخر وشرف، ومفيش اجمل من هذه الذكرى اللي عادت الى مصر المكانه ونظره التقدير والاحترام والثقه التي كانت تتمتع بها دوما. دائما وابدا مصر عافيه، مصر قويه، مصر قادره على كل التحدي وقهر كل الصعاب باذن الله في العاشر من رمضان اللي في 73 كان يوافق 6 اكتوبر. النهارده العاشر من رمضان بنقول لكم كل سنه ومصر الحبيبه عافيه وقويه دايما ان شاء الله.